نيرفس كول اف ايفر ايفر ميد. كنت جالسه قالوا لي مرحبا بك عندنا. زعما شنو نقول لها؟ ميني دوكيومنتاريز وفيديوهات و اباوت لاينز بات وين يو سي ذم ذات كلوز كريزي. مالوروزمون هادو زعما ما كرهناش انهم يكونوا عايشين 100% in the world but humans are dangerous like بزاف ديال لي فيديو وداكشي زعما مثلا كاينين بزاف ديال لاينز اللي كانوا مشاو ليهم مشات ليها عين باسكو كانت كتصور بزاف بالفلاش عند واحد في رجلو حيت كان في واحد الغازاف اللي كيخلوه جالس فواحد البلاصه باش يتصوروا مع لي توريس و يا it's not that easy زعما to protect animals even if they are lions زعما ميم الاسود اللي هما دنجروس زعما صعيب انك تحميهم. المهم هادشي اللي كاين انايا راه مازال في جي جي كونسرفيشن صراحه انايا جالسه هنا غير عاودوا ليا الله يجازيهم بخير. ما كنفهمش ما كتعرف داكشي مين كيجيك انا ما كنتش معوله كاع نجي هنايا عادت عليا السيده كاع ما عرفتش شنو فيه ما في باريس كاع زعما كاينين لاينز هكا مي هادشي اللي كاين. انتما هما دايرين لا سيست نورمالمون دابا هادو كي قلت لكم راه الحيوانات كاين بزاف كانوا في اخويا اش كتشوف فيه كانوا في حديقه الحيوان ولا فهمتوا كانوا عند هادوك الخليجيين ولا بزاف كيجيبوهم هنايا صافي وكيبقاو هنايا حيت كاينين بزاف منهم ما يقدروش يمشيو للوالد ما يقدروش على الحياه ديال البريه. دابا راه هما عايشين شفتوا كيشوف فيه هلو وما يقدروش ما عندهمش زعما علاقه بالانسان يعني ميم هاد مول هاد الشيء ما غاديش يقدر يدخل عندهم يبدا يلعب معاهم وداكشي. انا هادو كيخلعون تاع شي في الليل كي كيكونوا كيبانوا لا هنا سأسكت قليلا ترى لا يمكن ترى لا يمكن هنا يمكن الغداء عندهم واحد الكاس غدا عليهم هنا هادي هي يمكن لي شومبر يا سلام يا سلام هنا هادي زعما جمعية نو بروفيت ما كيدخلوش من هادشي فلوس سي جيست بوغ سيدي لاينز ويخلصو الناس اللي عندو thank you.
الاصدقاء دابا غادي نعطيو الماكله للسبوعه، كياكلوا جوج مرات في السمانه، ومن بعد كيكون كيعطوهم غير شي حاجه خفيفه. هادو الكاتلز اللي كيعطوهم لي فارميرز. حضرت العمليه كيفاش كيوكلوا الاسود، اللي كتكون طريقه متوازنه باش ما يكونش واحد الافراط ديال الماكله بالنسبه للاسود اللي كاينين في المحميه. اغلبيه ديال الوقت كيعطوهم الابقار اللي كيحاولوا يعطوها لهم ماكله متوازنه، ومعلى ما عرفت بان الاسود ما عندهمش مع لحم الغنم وما عندهمش مع لحم الخنزير وكذلك مع لحم الانسان. يقدر يعطيك يحيد لك شي رجل والسلام عليكم يخليك، لكن في بعض المناطق ديفلوبا على عند الاسود انهم ياكلوا الحيوانات. المهم غنعاود نعطيكم بزاف ديال التفاصيل من بعد على هذه القضيه. هاد الكتاب واعر بزاف ديال ناشيونال جيوغرافي، راه ما غاليش بزاف، داير واحد 50 دولار. المهم انا دابا كنحاول نقرا ونكتشف ونشوف البلايص حيت فيه على كاع الدول. هانتوما موروكو مثلا، دابا هنايا نوريكم سود افريك الطريق اللي درت، يجيش معاه هكا هانتوما كيب تاون، بقيت غادي عاوتاني مع تال نايسنا، وطلعت من هاد نايسنا طلعت الفوق فحال هكا، وجيت حتى لهنايا بغيت ندخل لوسوس وما خلاونيش، دونك جيت هنايا. دابا انا هنايا، دابا انا يلا كنفكر واش نمشي نيشان هنا ولا غندير هكا. كنت باغا نمشي لكروغر ناشونال بارك اللي هو معروف هنايا في ساوث افريكا، ولكن غادي ياخذ لي بزاف ديال الفلوس و داكشي علاش جي انيولي. هادشي اللي كاين،
فيه على كاع الدول صراحه زوين بزاف فريمون زعما عجبني. هذا نقدر نكومونديه ونصيفطو للدار ولا كومونديه نتوما ونصيفطو ليه لدارنا اللي جاي من برا باسكو جو بونس با غادي يكون في المغرب. هذا نتوما على كاع البلدان كاين الساحل مع الماب دونك انا كنكتشف شويه. مزيانة في المحمية قدامي دابا عاوتاني السبوعة صراحة كيخلعو 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 عند زعما كيخلعو نقول لكم زعما ما ننصحكمش انكم تلقاو مع شي سبعة في الواد بيكوز سو سكيري سو سكيري. الشيء اللي عندي ديال السبع هاد الكتاب كيدوي على السبوعة وهاد السبوعة اللي كتشوفو هنايا كلاو 300 بني آدم ونورمالمون المعلومات اللي عندي ومع السيد اللي معاها أنايا هو أن السبوعة ما كيكونش عندهم ما كياكلوش بنادم يقدر يقتلك يلعب بيك ولكن هما ما كياكلوش بنادم. هادو غير تعودوا على أنهم ياكلوا بنادم باسكو كانوا واحد فاش هادشي راه في 1898 كانوا شي عبيد كانوا باغين يهربوا في هاد الطريق ديال هاد التران او صافي. المهم لقاو الحتف ديالو من يلاه كنحاول نكتشف هذا الكتاب زوين صراحه. هنا هادشي في كينيا وان واحد الحلاق ها هو داير داس نزومي لكم حلاق مغربي وهذه ماشي اول مره كنلقى في سود افريك بحال هكا. فاش كنجيو معاه ما كيكونوش مغاربه هذا مصري مي الاغلبيه كيديروا ماشي المغاربه واش عليهم الطلاب في هادشي ديال الحلاقه ولا نعرف. المهم دابا راه شي ثلاثه اللي شفت دايرين هاد ماروكين باربر شوب ولكن هما ماشي مغاربه. نتوما المغاربه راكم دايرين بلاصه أصدقاء. صباح الخير اليوم غادي نخرج من هاد البلاصه صراحه استقبلوني مزيان ام المحميه عطاني بزاف ديال لي زانفورماسيون فيا قال لي ما عندكش علاش قاعد تمشي الا بغيتي تبقاي حيت دابا الجو خايب البارح راه واحد الشيء قال لي عطى سيمانه غتخطا فيا نقولوا نتحركوا دابا رحله زوينه صراحه بزاف
وكان الناس اللي صادفوني دابا انا كنت في كونتاكت مع البنت اللي ساكنه شي هنايا، الاب ديالها كبير صراحه عاملني بحال بنته، جا قال لي الا بغيتي تبقاي بقاي قد ما بغيتي، قال لي هذه راه الفيرمه ديالي بقاي قد ما بغيتي كاينش مشكل، مي انا خصني نتحركوا توحشنا البيكالا. و هادي اكسبيريونس زوينه صراحه، ولا ما كتعرف ربي فين كيسهل لك، ما كنتش معوله على هادشي صراحه، ما كنتش معوله كاع 70 سبع وات اي فوالا. بحال فاش انا كنت باغا نمشي لايتوشا بارك ما لقيتش فاش نمشي وما شفتش السبع تما، ديجا شفت السبع قبل، مي فوالا مي انت كتشوف دابا بحال هكا زعما تيسرات لك راه سيدي ربي ديما كيسرها. يا ليتس جو. واش الاخوان كتريها بيزي وانني بيداريت بلاصه فيها اسبوع زعما ماشي ماشي بحال هكا مطلوق سبع عند اسبوع راه سكيري كتبكي. ثانك يو سو ماتش. كونسرفيشن وانا غدا زعما الاونر ما يمكنش كيتعامل معايا مزيان وخرج معايا حتى لهنايا قال لي باش نصورك مع البلاكا. فوالا ليتس جو. أصدقاء أنا وصلت للفيرم اللي غنلبس فيها في أوتيل وكنت جالسة تقولوا لي مرحبا بك عندنا زعما شنو نقولوا لا ما يمكنش واحد البلاصة جات واعرة بزاف فريمون واعرة تيداوين بك الجبال والطبيعة والبهيم لا ما كاينش كاع صداع الراس نوريكم كاين فيه شريح هذا دابا المايك جات باش تكونوا كتسمعوني مزيان نوريكم شنو كتشوفوا جميع كي دايره الفيرم بارك الله هادشي زين في الخيل هنايا دابا حيت عالي كطيح عندهم الشتا والتلج هادشي فريمون زوين والله خوان لاحظوا معايا المكان رائع ومهيا الشومبرا ديالي نوسية يحط لك الماء حدا راسك خوت ما نكذبش عليكم ولكن راه شي 10 كيلو في كل في في, في الباكس والله الا شي 10 كيلو ولا عندي تقل كيحط لك هذا الراس داك البيسكويت اللي قلت لكم ديال جنوب افريقيا الا بغيتي قهوه بحال هكا اتاي شاشوار هنايا معاك يكون السميق لي تقدر تشعل العافيه
انا ضرباك ايوا نتايا الحمام داكشي بيرفكتو. هادو صراحه غاليين جو بونس لي فيهم 1200 درهم ايوا هادشي اللي كاين. يلا دونك اصدقاء ندير بكم واحد الجوله هنايا فيرما واعره بزاف واعره تما كاين بيسين تنوري لكم من الريح ندخلو لداخل نوري لكم هنا الفوق جو بونس جو سي با شنو كاين الفوق هنا واحد لازال هنايا دابا مع الربعه كيديرو الكيك تجي تاخد كيك دير اتاي دير قهوه تمشي دير بغيتي هنايا شنو كاين في العشاء انا عادي نعديا بنتي نوريكم هنايا عاوتاني على السطو فونس هادي الريسبشن وعلى بحاشاكم هنا كيبيعو كل برودوي لوكال شي داكشي ديال ديال الوجه وكذا هنا الريسبشن مع الكلب انا بغيت نسولو واش نقدر نصبن حوايجي هنا صال ديال اللعاب وهنايا عندهم بيبي سيتين كتخلص 50 درهم الساعة وشدو لك ولادك ديك الساعة سير ديال نتايا والزوجة ديالك اميزين لابيزين حنا لابيزين تجلس تما انت تعوم مع راسك في الصيف ما دابا راه البرد وكسكروطة الاخوان قهوة مع المنظر يا سلام غروب الشمس الجبال يا سلام الاربع غدا الخميس بعد غدا الجمعة الجمعة كاين عاصفة ثلجية كاين ثلج دونك غادي نتحرم بلا مبغيتش نعاود تاني نبقى يومين هنايا حيت لا كانت فهمتي العاصفة تقدر تبقى يومين سو غادي نتحرك غادي نتحرك اليوم لواحد البلاصة عطوني كونتاك ديال واحد واحد لوطيل نيت نقدر نبقى فيه اللي غادي نقدر نشوف فيه الثلج فوالا ذاتس ات